سلامي يا الشيخ الأول بالنار الكبير اللي تعرف عن قبائل اسمه ما ذبح اسمه يشرف وطن قبل يشرف مطير بشتالي مراه ما يحل إلا على منكبه سامي بعد محجبة من ينكر فعولك ووقفتك ما فيه خير من لا يقدم كيف لازم مطر اجنبه سلامي يا الشيخ الأول بالنار الكبير اللي تعرف عن قبائل اسمه ما ذبح اسمه يشرف وطن قبل يشرف مطر اشتالي ما راح ما يحل الا على منكبه يوم قبل هدجل الوجه انتفى توسم ودرابا سلايل المادة والتاريخ شاهد قرير الراوي أحياني يتعب كل ما يكتبه انتيه هنا العشاير بالقراء عشر بالساعة اللي يبين كل شيخ اغضبه يوم السيوف التلامع والرحايس كتير الشيخ كان انضح الوقفة يا بايا خدكم اللي على عز معزة وخير مسيسة من قديم الوقت ومعربة سلامي يا الشيخ الأول بالنار الكبير اللي تعرف عن قبائل اسمه ما ذبح اسمه يشرف وطن قبل يشرف